رندا معنا اليوم. لما تكون رندا اكيد في مسابقه باري لايت، بدنا نذكركم فيها. اكيد عم تقطع على صفحه الفيسبوك لا ام تي في الايف، عم نعطي سؤال كل ثلاثه، والثلاثه اللي بعده عم نعطي جواب واسم الرابح، واكيد بتربحوا معنا علب وجبات من باري لايت. بونجور رندا. بونجور تينا. خلينا نذكر بسؤالنا لهالاسبوع، بعد عندهم ليله لبكره 100%. فالسؤال هو اي في اكثر، الياف، الافنديه او الرمانه؟ بعدكم عم تجاوبوا على الفيسبوك بيج ام تي في الايف، فيسبوك بيج بيري لايت هيلث سنتر، وفيسبوك بيج دي سي دي سي رندا دنيا فهد. يلا بعد عندكم جاوبوا اليوم، لانه بكره بدنا نعلن اسم الرابح ومسابقه جديده. واكيد المشاهدين بيقدروا يتصلوا فينا اذا عندكم اي سؤال لرندا خلال فقرتنا اليوم على 0444444. رح نبلش بالخبريه. مضبوط تينا، لانه الخبريه اليوم جديه كثير، وهي خبريه عن مشاكل الكبد، وتبين هلا انه صار في اكثر عندنا مشاكل بالكبد من وراء الاكل الغربي اللي نحن عم ناكله، وزياده بمشاكل الكبد صارت بالنسبه ل 10 ل 35%، وهذا عدد كثير كبير. وتبين من قبل انه نحن بنعرف بنقول تشمع الكبد، كنا نخاف من زمان من الالكوهول، اكيد الالكوهول هو سبب كثير مهم، ولكن في ناس بيقولوا لك نحن ما بنتناول الكحول وعم يكون عندنا هالمشاكل. لكن تبين انه مشاكل وقت يكون عندنا الكبد عم ينجرح عم تكون لها علاقه بالاكل. هلا فهون صرنا بدنا نشوف شو هو الاكل اللي عم ياثر. فكمان كانت بدراسات انعمل انه هل اذا نحن خففنا كثير الدهنيات وشلنا تقريبا الدهنيات المشبعه من اكلنا، هل هالشيء رح يساعد؟ تبين انه هو بيساعد على انقاص الوزن، بيساعد الميتابوليزم، بيساعد الى حد ما، ولكن منه كثير كبير بهدول الجروح انه يكونوا عم يتحسنوا. ولكن الدراسه الجديده بينت انه غير انه نخفف الدهنيات، اذا شلنا السكاكين من اكلنا، هيدي هي اللي رح تؤدي لنتيجه كثير كثير ايجابيه بالنسبه لمشكله الكبد وتجرح الكبد. بس هون عم نحكي اذا ما نعالج هالموضوع 100%، بس كمان تتفادى مشكله الكبد. طبعا طبعا، لانه هو ليش عم يطلع هيدي المشاكل؟ ليش عم يتعب الكبد؟ ليش عم ينجرح؟ هلا في اسباب اكيد، ما انا هون عم بحكي بس عن سبب الاكل. اكيد طلع انه الاكل الغلط هو من اول الاسباب اللي هي عم تؤدي لهالجرح، وهالجرح اذا ما كان عملنا له تريتمنت اكيد رح يؤدي الى امراض سرطانيه بالمستقبل. نعم. فهون كمان دراسه، كمان السنه دراسه جديده عم تقول لنا اهميه تخفيف مش بس الدهنيات السيئه ولكن السكاكر، لانه هي عم تبين انه هي مؤذيه اكثر واكثر. نعم. رح ننتقل لموضوعنا اليوم. طبعا موضوعنا يعني بيعني الامهات قد ما بيعني المراهقين وخاصه الرياضيين. 100%. هون اكيد عم نحكي عن التغذيه. مزبوط. بدهم يركزوا على اشياء معينه اكيد، ويبتعدوا عن اشياء معينه. 100%. تينا الامهات كمان وكمان البيات، بتعرف اوقات في كثير مراهقين اثليتس بياتهم كمان بيكونوا عم يهتموا صح بنوع الرياضه اللي برفقهم. عم تنعمل. مزبوط، برفقهم بكل الوقت. نعم. وبالحقيقه اوقات طلع مواضيع وكنا عم بحكي عنها بيكون حدا سالني او عده اشخاص عم يسالوا، فمشان هيك هون كذا حدا من الاباء كانوا عم يسالوني عن الموضوع. اول شيء تينا اللي بدنا نحكي عنه قبل الاكل هو الشرب. اذا نحن عم نشوف هلا السلايد شو عم فرجي قديش مهم انه يكون الجسم هايدريتد، يعني معبى مي. فهون اذا بنطلع لون البيبي عند الولد اذا كان ابيض، اول ثلاثة ابيض شوي اصفر، دليل هيدا؟ هيدا دليل هو انه في مي، عم يشرب مي كثير منيح. نعم. بعدين من رابع محل للاخير يعني ما عم يشرب مي منيح. هلا هون هالشغله اللي بدي اقولها انا هيدي بتطبق على مين ما كان، على مين ما كان طبعا، بس نحن كاهل علينا انه نكون عم نراقب مزبوط على هالشيء، وكمان نعلم اولادنا ينتبهوا على الشيء، ينتبهوا على حالهم. هون عم نحكي عن المراهقين صاروا هن واعيين لانه عم يتطلعوا. فهون اللي بدي اقوله انه 95% من الكرامس اللي بتصيب المراهقين هي سببها انه ما في مزبوط كميه مي كافيه. وهون هي هون عن قله المي ولا قله الملوحات؟ هلا الملوحات رح احكي عنها بعدين قبل سلايد ثانيه. فقله المي بحد ذاتها الجواب دغري هو قله المي. وقله المي بحد ذاتها اذا كان بلش يحس حاله عطشان، يعني صار 2% ديهايدريتد، يعني ما بيعود بنفس القوه
القوة اللي هو لو كان عم يشرب مي معبى مي قبل معبى مي لا يقدر يعمل مباريات تبعوله. فإذا هونك المي كتير كتير مهمة ومهمة حتى تزيد له قوته تزيد قوة عضله وتبعده عن الكرامبس. هلا من إن المراهقين اللي هن بحاجة لأنه يشربوا ملح مثل ما أنت قلتي تينا زيادة عن المي، هو المراهق اللي عم يعمل رياضة أكتر من ساعة وخصوصا إذا الجو كان شوي شوب فإذا أكتر من ساعة لازم يكون عم يشربها. وعلى فكرة المي لازم تنشرب قبل رياضة خلال الرياضة وبعد هيدي خلال الرياضة في كتير مراهقين بيقفوها صح. وما لازم هن لازم كل ربع ساعة يكونوا عم يشربوا بين كوب كوب ونص وكيف بدهم يشربوا طبعا يكونوا عم ياخذوا سبس من القنينة مش كمية كبيرة يشربوها مزبوط مش كمية كبيرة بس بخلال ربع ساعة لازم يكون عم يشرب تقريبا كوب لكوب ونص من المي. هلأ لجاوب على سؤالك اللي هو الملح إذا منطلع على الصورة الثانية بتقول إنه هل نحن لازم نعطيهم المشروب اللي هو بيحتوي على الملح وعلى الجلوكوز؟ والجواب أكيد هو إيه مثل ما هلأ قلت إذا هو عم يعمل رياضة أكتر من ساعة بمي بوضع اللي هو شوي شوب. هلأ هيدي المي اللي بده يشربها لازم يكون فيها بين 4-8% من الجلوكوز أما من النشويات وبده يكون فيها بكل لتر تقريبا 0.5-0.7 من الصوديوم. هلأ يمكن أكيد فينا نكون عم نشتريها خالصة عظيم وفينا نكون كمان عم نحن عم نحضرها نحن فينا نحضرها فنحن إذا بدنا نحضرها هون عم نشوف شو مفروض يكون بداخلها مثل ما عم نطلع هون لازم يكون فيها المي أكيد لازم يكون فيها 60 جرام من الجلوكوز يعني من شيء اللي هو له علاقة بالسكر يعني الملعقة كبيرة من السكر المدوبة ففينا نحط سكر أبيض عادي مظبوط وفينا وكمان لازم نحط ملح اللي هو ربع ملعقة من الملح بالليتر لتر مي مظبوط. فإذا بكل لتر هي هي اللي الريسيبي اللي لازم فينا يعملها فينا ننكهها أكيد فينا نلونها فينا ننكهها فينا نحط سينامون فينا نحط جينجر فينا نحط شوية حامض. فإذا هون حتى يكون بلكي هون منشجع الأهل والمراهقين انه هن يحضروا الدرينك تبعهم اكيد يحضرون بالبيت لانه نحن هلا بالترند بتتذكري تينا السنه انه كل شيء نحن بنقدر نحضره بالبيت ما بيكون غلط بالعكس بيكون صح اكثر المشيون خالصين شو فيهم شيء زياده ولا شيء هيدي هي مميز اكثر او لا هيدي هي الفورمولا اللي هن بيستعملوها بس لكن الالوان بتتلون اكثر مثل ما قلت النكهات اتسترا. هلا فهون حكينا عن المشروب بالفعل لانه هو من الاشياء الاساسيه بدي ارجع احكي على الاكل دائما الاهل بخافوا من شو بده يتناول اولادهم هل عم يتناولوا كميه كافيه ام لا وكمان دائما بيقول بعقلهم انه نحن لازم نزيد لهم كثير البروتينات سريعا انا بدي اقول انه الرياضي بده ياكل تقريبا 55% من اكله هي من النشويات يعني كرياضي اوعى قفي النشا هي اللي عم تعطي الطاقه هي اللي عم وخلال النهار بيكون الطاقه اللي اجت من النشا بتروح تينا يعني سريعة. بده يرجع خدها مرة تانية. هلأ وقت أحكي عن نشا هو الخبز الباستا اللبن في نشا الحليب في نشا هو التوست الرز فإذا نحن الأكل العادي هلأ في عنا البروتينات طبعا نعرف دايما فينا ناخدهم من خلال اللحومات السمك الدجاج والبقوليات فول فاصوليا حمص اتسترا والمكسرات. هلأ ما بدنا ننسى كمان في أهل عم يخافوا من الدهنيات لا الرياضي لازم يتناول دهنيات والدهنيات اللي بدأت يتناولها الدهنيات الجيدة أنا بذكر هوني الطحينة بذكر هوني الزيت وبذكر الأفوكادو وطبعا الدهنيات اللي هي عم تجي من السمك وإلى آخره. هلأ بنرجع لقسم كتير مهم فإذا قلنا هون آخر قسم آخر قسم هو التوقيت اللي بده يأكل فيه المراهق فإذا أهم شيء إنه هو قبل ما يروح على رياضة بثلاث ساعات بده يكون تغدى أو تروق أو اللي هو ولكن قبل ما يروح تقريبا بنص ساعة بده يكون عم ياخد سناك. هلأ هيدي السناك فينا كتير نحكي ما بعرف إذا الصور رح تبين ما بقى عنا وقت فينا نحكي عن كتير إشياء اللي عليها بالأوتس وبالبينات بطر وبالموز ولكن فينا نحكي على سناك هي بيضة مثل ما شايفين هون هي شقفة جبنة شقفة خبزة إشياء بسيطة متوفرة بالبيت ببلدنا نعطيهم إياها كمان الفواكه ما بدنا ننساها والمي وما بدي أنسى قبل ما أختم إنه الحمص بطحينة مع الكراكرز مع الخيارة هي من أهم السناكس. نعطي أفكار أكثر بغير حلقة بكون عنا وقت أكثر. 100% Thank you لهالمعلومات رح ناخد بريك ومنتقل للرياضة بـ Get Fit.